حياكم الله واسعد الله اوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم مفاجآت صيف دبي. من خلال هالبرنامج الجميل نقدم الاسئله الخفيفه والجوائز القيمه. اليوم متواجدين في ميركاتو مول، هذا المول الجميل اللي يقدم الجوائز ويقدم ايضا العروض والتخفيضات في مفاجآت صيف دبي. راح ناخذ جوله جميله جدا في هذا المكان، وبعدها نرجع وياكم وان شاء الله نفوز الجميع معانا في هذا البرنامج. تعالوا يلا. مستمرين وياكم مشاهدينا في هذه الاجواء من خلال برنامج مفاجآت صيف دبي. حياك الله. الله يحييك. نتشرف باسمك. علي عبد العزيز. علي عبد العزيز. علي يا علي، عللني فراق الحبيب. ايش حالك يا علي؟ الحمد لله. شكلك الحال؟ انا بعض الاوقات طيب الحمد لله. نحن من خلال هالبرنامج الجميل نقدم شو؟ جواز. جواز صح. يا سلام، الله يسعدك. راح نسالك سؤال وبتجاوب ان شاء الله وبنعطيك ذاك جائزة. الطرف الجميل اللي فيه الجائزة. زين الله يسعدك. من وين علي؟ الشارجة. والله منعم. علي مرتاح؟ الحمد لله. أمور طيبة؟ تمام. ها؟ الأجواء مستمتع فيها؟ الحمد لله تمام. كل شيء أوكي؟ كل شيء تمام. كله تمام؟ الله يسعدك. نسأل؟ اسأل. جاهز؟ جاهز. علي لا تعي عينك على العباد. علي تمام. علي لو سمحت خلني أسأل وأعطيك الجائزة ونتوكل. اسأل. علي خلنا حلوين. احنا حلوين. أكيد. تمام. يلا. السؤال يقول شو. علي أطالع. ما طالع. اوكي خلاص انا اسف. اسال اسال. جاهز؟ ايه. شوفي ايش رايك؟ ربعك من خلف الكادر يطالعون. هاي ويضحكون. خلينا نسولف وياك يا اخي. انا سرقت مشاهدين مستمتعين نسولف ونقصر الدو في هذه الاجواء الطيبه والجميله. صح لنا صح. علي السؤال يقول اسال. ما بنا اقول بس شو السؤال؟ من يقول السؤال؟ السؤال يقول السؤال يقول هناك العديد من الأماكن السياحية والأنشطة الترفيهية المجانية في دبي، واحدة منها هل هي ريف لاند دبي أم عالم مدهش؟ عالم مدهش. علي شو يا علي no. علي ركز في السؤال. ركز واختار الإجابة الصحيحة لو سمحت. عالم مدهش أم ريف لاند دبي؟ عالم مدهش. ريف لاند دبي او عالم مدهش. عالم مدهش. عالم مدهش او ريفرلاند دبي. عالم مدهش. ها آه. عالم مدهش اكيد. اكيد انت مره خلاص صامل على هالاجابه هذه. اذا كانت غلط نسوي مو غلط. ليش عنيد علي؟ مو ادري. خذ الفس عميق. الجواب ريفرلاند دبي ام ريفرلاند دبي؟ ريفرلاند دبي. ريفرلاند دبي. اكيد اكيد اقتنعت. هي خلاص اكيد. هي. آخر. طيب الله بيه. بالفعل الإجابة صحيحة وهذه الجائزة مقدمة من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. شكرا علي. عفوا. حاول شوي شوي هدي هدي. نبغى نسولف وياك. نبغي نقصر الدوب. نبغى نستمتع بالسوالف. الله يسعدك. شيء تامر؟ لا سلام. الله يحفظك. شكرا لك علي. بعدنا مستمرين في هذه الأجواء الطيبة والجميلة. مستمتعين مستمتعين في هذه الاجواء الجميله والطيبه. صح ولا لا؟ صح. حالك؟ الحمد لله. شرب اسمك؟ احمد. احمد سمي لا. ونعم. من وين؟ من الامارات. والله ونعم يا ابو شهاب. ايش حالك؟ الحمد لله. والله بط انا ايه ليش؟ لا عادي. عشان يسمعونك ويشوفونك وتسولف وياهم. شو حالك؟ الحمد لله. طيب طيبه. احمد صف كم انت؟ انا صف خامس. نجحت؟ الحمد لله. مبروك. استاهل يا احمد استاهل. احمد انت اليوم في ميركاتو شو تسوي؟ العب. سهل الالعاب. شفت العروض وشفت العاليات؟ نعم. طماشه وناسه. وناسه ها. تريح خاطرك. اي والله استانست. اي والله. اهم شيء اهم شيء اهم شيء الوناسه. نعم. شكرك انا احمد. احمد شو عندنا الحين في البرنامج هذا؟ دبي. عندنا اكيد احنا في دبي. اكيد الحين ما نيوز بلاها دبي. عندنا جوائز. هذه الجائزة من منو؟ من أحمد. لا لمنو؟ لأحمد. من أحمد لأحمد. صح. هي الله ويهك أبو شهاب. أبو شهاب بنسألك سؤال. بتجاوب؟ بجاوب. جاهز؟ جاهز. خذ نفس. فيك رقاد أحمد؟ أنا لا لا. أكيد؟ أكيد. زين خلينا نطالعونك مشاهدين. أحمد السؤال يقول كم يبلغ عدد طوابق برج خليفة؟ 20 طابق أو 163 طابق؟ 163 طابق. أحمد أحمد جاوب صح لو سمحت. 163 طابق. أحمد
بنختلف بعدين ما بتحصل جائزة. عادي انا متأكد 163 طابق. احمد متأكد. احمد تعشيت؟ انا هي لا بعدني. شو تعشى وياك؟ ها؟ تعشى وياك؟ يلا تعشى بتريح عقب جاوب. 163 طابق. متأكد؟ متأكد. احمد متأكد. احمد اخر جواب متأكد. الف مبروك بالفعل 163 وشهاب تستاهل هذه الجائزة مقدمة من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. شو بتقول عن قناة سما دبي؟ والله صراحة ما قصروا جميلين. الله يسعدك انت الجميل. والله انت بعد الجميل. الله يسعدك. شو تامر علينا؟ ها ولا شيء. شيء توصي؟ الله يحفظك. صحتك. ها؟ صحة المتابعين وصحتك. الله يحفظك وصحك بعد. الله يحفظك. يا اهلا وسهلا. بعدنا مشاهدينا مستمرين وياك في هذه الاجواء الطيبة. دبي دائما تبهر زوارها ومقيمينها بالمهرجانات والمفاجآت الجميلة طول السنة. اليوم نحن في هذه الفترة الجميلة وفي هذه الأيام الأجمل نقدم العروض والجوائز من خلال هذا البرنامج الجميل. وأيضا دبي لا تنسون أن تقدم الفعاليات وأيضا تقدم التخفيضات وأيضا هناك فرصة كبيرة بالفوز بالجوائز القيمة. السلام عليك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شو حالك؟ خير الله بيك. شرحنا لهم خبرناهم. دبي ما شاء الله ممتعة. الله يسعدك. ممتعة دبي. الله يعبرك. كل يوم نروح منها والهان عليها. أفضل. يا سلام. يا سلام. شرب اسمك؟ مبارك سالم المنصوري. والله ونعم. سبعة سنة. من وين؟ من بدع زايد. ونعم. تحية تحية لهال. والله ونعم لهال غربية ونعم. ونعم سبعة عام. ونعم فيكم. من خلال هالبرنامج عندنا سؤال. سأل. أسألك؟ سأل. ولا بتعطيني شيء؟ شو أنت شاعر عندك؟ عندك صوتك حلو تسمعنا شيء ولا بتقصد قصيد علينا؟ عندي أبيات بسيطة. عندك؟ عندي أبيات بسيطة. ندورك عيال الحين. تعال قرب قرب هي هي. يلا تفضل. المشاهدين شوفوا أبيات. نعم. سمعنا أبيات. قصيدة فزاع الشيخ. ونعم ونعم والعمر ونعم. عليك زود. شو يقول؟ يقول فزاع ينداوي ذكروك فز. فز. على ذكرك الطيب وعلمك اللي جاني. جاني. وأنا خابر إنك طير حر شهر وابتز. ولي صاد صيدات جزلات واسماني وانا اشهد انك يا ابو راشد فخر وعز من سلسل نسر دربين اليماني سلامي عليك عدد مهب نود وهز قصن الشجر العال تراوي وريان رياني هلا هلا صح لسانك صح لسانك استاهل بيض الله وجهك على هالابيات الطيبه والجميله لسيدي صاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم بيض الله وجهك وجهك تسلم وانت تستاهل ايضا الجائزه على هذه الابيات تستاهل كل خير تستاهل بيض الله وجهك هذه الجائزه مقدمه من مؤسسه دبي للمهرجانات والتجزئه بيض الله وجهك وجهك ابيض طب الله بالك تحيه لهالغربيه تحيه هالغربيه سلام الغربيه سلام 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 الغربيه سلام مرحبا الساعه الله يحفظك شيخك الله الله يحفظك موفق خير ان شاء الله بعدنا وياكم نحن ودنا نسعد الجميع في هذا البرنامج الجميل خلكم ويانا جميلة دبي دائما تبهر زوارها والمقيمينها بالجوائز القيمة وأيضا بالعروض والفعاليات الأجمل اللي الواحد ما يمل منها صح ولا لا؟ أكيد ما يمل منها الواحد لا والله أنا بصراحة يعني ساكنة بأبو ظبي بس دائما بجي على دبي الله يسعدك عن جد نتشرب اسمك؟ ريما يا ريما والله ونعم من وين؟ من سوريا والله ونعم تحية لأهل سوريا والله ونعم من خلال هالبرنامج احنا نقدم شو؟ جوائز أكيد. لتسعد الخاطر أكيد. الله يسعد مو بس يا السلام شو رأيك في مفاجآت صيف دبي دائما يقدموا العروض والتخفيضات أكيد ودائما في يعني عروض مذهلة يعني بس عروض عادية يعني. استغل العروض هذه أكيد دائما يعني بجي لدبي يا السلام يعطيك العافية نسأل سؤال ولا نعطيك جائزة بدون سؤال أعطيني جائزة بدون سؤال عم تخيرني أنت والله ها جائزة بدون سؤال تحب تسألني عنها نحن نبغى ندردش شوي يعني أوكي. نختبر المعلومات العامة اللي عندك بعطي السؤال سهل يلا أوكي أكيد أوكي. السؤال يقول في أي سنة تم افتتاح القرية العالمية 97 أم 96 97 أم 96 بتوقع 97 97 متأكدة 96 لأنه هي فتحت أبد الله أتذكر 96 والله أنا ما عندي مشكلة أنا ما عندي مشكلة أنا أنتظر 96 97 أم 96 96 97 أم 96 97 قلت لك 97 97 آخر كلام آخر كلام شكرا لك
موفقة خير. مع السلامة. خلاص ما في جائزة؟ الله يهديك. متأكدة خلاص يعني؟ خلاص بقى إذا أنت ما حب تعطيني جائزة على كيفك. تستاهلين، ألف مبروك بالفعل، إجابة صحيحة. تسلم. 1997. شكرا لك. شكرا لك. الإجابة صحيحة. الجائزة مقدمة من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. يقدمون لها الجوائز الجميلة، وأيضا يقدمون العروض والفعاليات لجميع المولات المشاركة في مفاجآت صيف دبي. شكرا لك. إلى اللقاء. حياك الله. بعدنا مستمرين وياكم في هذه الأجواء الطيبة. الأجواء جميلة جدا في ميركاتو مول، وهناك العروض والتخفيضات، وهناك أيضا مرسال الشمسي، المسابقات والفرحة. صح. والسعادة. أكيد أكيد. يتشرب اسمك؟ مرسال الشمسي. مرسال الشمسي. ونعم أنا تكلمت، كنت أباك وياي تشبك وياي. ها لا ما كنت وياك، مو مسترسل وياك. يعطيك العافية. الله يعافيك. مرسال من وين؟ من الشارجة. والله ونعم. سبت نعم. شو حالك؟ الحمد لله بخير. طيب. نعم. صحة وعافية. ارتاح؟ أكيد. الأمور طيبة؟ طيبة. مفاجآت صيف دبي، تقدم العروض والفعاليات. أكيد. والتخفيضات. الواحد من دبي دانت الدنيا يرتاح استمتع. صح. من عروض ومن تخفيضات ومن جوائز. صح. ومن لا ها ها لا تي عينك على الجو. انا لا خط صغير ما اشوف، ما اشوف لا تحاتي. وين ما تشوف يا خط صغير، بس انا احس ان في جوائز وفي هالامور. صح. اكيد لا شك. يلا من خلال قناتكم المفضله وقناتنا سما دبي. أكيد. نقدم الجوائز القيمه، وايضا من خلال دبي. دبي شو تقدم؟ جوائز وايضا فعاليات. يا سلام. كمل. الاجواء الحلوه والعروض الجميله والمرافق السياحيه الجميله. اكيد. انت الجميل يا اخي. يا اخي انت جميل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ندخل في الجد. اكيد. لا تي عينك هني عشان انا ما اسحب عنك الجائزه. خل عينك يا اوكي عند الكاميرا وخل الناس تشوفه. خلاص اوكي. ايه بيض الله وجهك. مرسال، سمعني قصيده. نعم ايش اسمعك؟ قصيده؟ ابدا ما في القصيد، بعيد. والله والله زين. شو من الواهب عندك؟ يعني اخذ جوائز واروح. خسر هذا. مو شو اسوي فيك؟ شو اسوي فيك؟ هذا خسر. عطني شيء من المواهب. ما عندي ولا موهبه يا رجال. صدقني انا ليش واقف؟ باخذ جائزه وبروح. والله؟ هي ومتاكد انا. انا مو اكيد الحين اصلا ما نخسر حد في هذا من خلال البرنامج هذا. ما تقصرون. ما نخسر حد. ما تقصر. دائما مفاجآت صيف دبي تقدم الجوائز والعروض والتخفيضات. ما تقصر. فنحن والله هدفنا الرئيسي هو سعاد زوار ومقيمين في هذه الإمارة الجميلة. يعطيكم العافية. الله يطول عمرك. نسأل سؤال. هي. ندخل يعني في الجد. خذ نفس. أنا ما أقول تشهق. أنا خذ نفس. هذا نفسي. لا لا. جنس نفسي جيب. جاهز ها؟ جاهز. جاهز. أكيد. يلا. يصادف يوم المرأة الإماراتية تاريخ 28 أغسطس أو 2 أغسطس. يوم المرأة الإماراتية. أغسطس أي شهر؟ أولاً نشكر كل مرأة سواء كانت دكتورة أو كانت موظفة أو كانت هناك نقدر نقول وزيرة. يعطيهم العافية. ما يقصرون. أيضاً في كل المجالات نقول شكراً للمرأة ما تقدمه. سواء ربة بيت او موظفه. يعطيهم العافيه وما يقصرون. شكرا طبعاً. لهم. شو أكيد. توجه لهم كلمه قبل ما تجاوب عليه. يعطيهم العافيه. المراه هي الام، هي الدكتوره، هي الطياره، هي الاخت، هي الاهل. هي يعطيهم الزوجة. العافيه. وهي الزوجه طبعا. بيض الله. زين شكرا. عيد لي الاختيارات مره ثانيه. يوم المراه متى راح يكون يعني؟ عيد لي الاختيارات. 28 اغسطس او 2 اغسطس. المراه هي السعادة. هي المرة هي السعادة. بس الإجابة وين؟ الإجابة عندك الحين طريقة من عندك. اثنين أغسطس. اثنين أنا وأنت الحين نستوي اثنين. يساوي كم أنا وأنت؟ أنا وأنت كم يساوي؟ لا أنا وايد. أنا وأنت. اثنين. اثنين أغسطس ترى أقول لك. لا. ها. أنا وأنت شو مرة ثانية؟ حبيت الإجابة. اثنين قلت لك أنا وأنت نساوي اثنين. أنا ما قلت لك الجواب اثنين. أنت شو قلت لي؟ ها؟ قلت لي 28 أغسطس أو 2 أغسطس. 28 أغسطس أو 28 أغسطس؟ 28 أغسطس. أكيد. ألف مبروك. عشان تعرف إن الحين ما نخسر حد في هذا البرنامج. شكرا ما قصرت. هذه الجائزة مقدمة من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. شكرا لك على حضورك. نعم. وشكرا لك على كل ما
قلته وكل ما قلته وكل ما تقدمه انت. الله يسعدك. انا ابغيك تتكلم انت. لا انا ابغاك تقول شيء عن يوم المراه. يعني انا ما كنت مستعد، ما كنت شيء، بس انا عابر فجاه سخيتني. المشاعر دائما تنساق حبا. شكرا. الله يسعدك. الله يسعدك يا رب. يا هلا وسهلا بك. يا هلا. مستمر. مستمرين وياكم في توزيع الهدايا والجوائز القيمة. قيمة أكيد. حياك الله. الله يسلمك. تعرف اسمك؟ اسمي مادة. يا هلا وسهلا. أنت؟ طيب. يا هلا وسهلا. من وين؟ من سوريا. ونعم تحية لأهل سوريا. ولدك؟ إيه ولدي. ما شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. شو أخبارك؟ الحمد لله. طيب. من راح يسأل؟ عفوا من راح يجاوب على السؤال؟ هو شرط علي، قال لي إذا بدي أدخل مايك ما راح أجاوب. هو يعني انت بتجاوبين؟ انا هجاوب. مفاجآت سيف دبي تقدم العروض، شو تقدم بعد؟ والجوائز والفعاليات. والتخفيضات. التخفيضات مستغلين هذه الاجواء الجميله. اكزاكتلي صح. ها هي مزبوط. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يسعدكم. السؤال يقول كم المده التي يقام فيها مهرجان دبي؟ شهرين ام شهر؟ شهر. شهرين ام شهر؟ شهرين ام شهر ام ثلاثة اشهر؟ انا بقول شهرين لانه يعني الفعاليات كثير فما بتخلص بشهر، لازم تكون شهرين. شهرين. لازم تكون شهرين. انا بقول شهرين. شو رايك؟ شو رايك تايم؟ شهرين. شهرين. ما شاء الله شهرين ومش كافي، بس هي شهرين. يا سلام. اي والله. اخر كلام. اخر كلام شهرين. الف مبروك بالفعل. الله يسلمك. شهرين ومش كافيه صراحه. هذه العافيه. الله يعافيك. هذه الجائزه مقدمه من مؤسسه دبي للمهرجانات والتجزئه، وانتم تستاهلون الجوائز. والله تسلم وما قصرتوا. الله يسعدكم. الله يخليكم. شكرا لك. يا اهلا وسهلا فيكم. بعدنا وياكم، ما نباكم تسيرون عنا. وياكم بعدنا مشاهدينا. الله يسعدكم ويسعد الجميع ويسعدك. امين ان شاء الله جميعا. الحمد لله وخير. شو الله اسمك؟ سيف محمد الامير. ونعم. ونعم يا سيف. ونعم ابو محمد. شو حالك؟ الحمد لله وخير. طيب الحمد لله رب العالمين. يا اهلا وسهلا. نحن من خلال هالبرنامج الجميل مفاجآت سيف دبي نقدم العروض والتخفيضات للطلع على المشاهدين، يشوفون العروض والتخفيضات الجميله لاجليون ويستغلون هذه الاشياء، صح ولا لا؟ صحيح. وايضا نقدم جوائز لزوار المكان. جزاكم الله خير. لمثلك وشرواك. انت زاير اليوم ان شاء الله وعندنا ويانا في البرنامج واكيد رابح ويانا باذن الله ان شاء الله. الله يسعدك. من وين يا ابو محمد؟ من الشارجه. ونعم. ونعم سبعة انعام. اسالك سؤال. تفضل. جاهز؟ جاهز. اكيد اكيد. خذ نفس ابو محمد. وياك مره. الامور طيبه؟ نعم. زين. جاهز؟ جاهز مره. اكيد. توكل على الله. مره. طبعا. السؤال يقول ما بنا اقول لا ترد علي والله انت قلت هذا السؤال. ان شاء الله. السؤال يقول حديقه وايد وادي المائيه مستوحى تصميمها من قصه، ما اسم هذه الشخصيه؟ قصه شخصيه مشهوره، ما اسم هذه الشخصيه؟ جحا ام باربي؟ جحا. جحا على ابو باربي. ها جحا. 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 نعم. اكيد اكيد. اخر كلام. اكيد ما تغير. لا جحا. جحا باربي يا ريال. ما تغير. لا جحا والله. ايه ما شيء. لا اكيد اكيد ان شاء الله. ابو محمد وياك مره باذن الله ان شاء الله. صح ابو محمد. ونيت من عوب تسير ونت المطعون في باطن حشام. حشام. اشتكي لك الحال ابو محمد. جاوب ابو محمد. قل لي قل لي. باربي. هاي يطلع انه جحا. جاء اخر كلام والله. اي نعم. الف مبروك بالفعل. شخصيه مشهوره جحا تستاهل الجائزه مقدمه من مؤسسه دبي للمهرجانات والتجزئه. شكرا. شكرا ابو محمد. حياك الله.